يسعد صباحكم، معكم عفراء من عفورة بلوك. اليوم جايبت لكم منتج تاني برضو من كوين هيلين، مرة خرافي المنتج التاني اللي هو المقشر حق الرمان من كوين هيلين. بصراحة تقشيره خرافي خرافي لأبعد الحدود، حبيباته لأنه تعتبر مرة صغيرة، وردي هم شي الكرف حق الاستخدام، الحبيبات حقته مرة صغيرة، يعني جد بتقشر البشرة بحب لأبعد الحدود، يعني لا بتسبب ألم في البشرة، لا بتسبب لك خدوش، أو يعني ما الحبيبات حقتها ما بتخدش البشرة، بس بنفس الوقت بتزيل لك كل الجلد الميت والجلد المحتاج إنه يتجدد. بستخدمه، أنا أوريدي تكلمت لكم عن المنتج حق الكوين كلين نعناع ماسك، وبستخدم النعناع ماسك تقريبا مرتين في الأسبوع، ونفس الشيء المقشر بستخدمه مرتين في الأسبوع. يعني اليوم اللي أستخدم فيه المقشر ما بستخدم فيه حق النعناع، واليوم اللي أستخدم حق النعناع ما بستخدم المقشر، عشان ما أتعب البشرة ولا أجهدها بالشكل الكبير، تمام؟ بس بصراحة الاثنين جدا أفادوا معايا، الأول حق النعناع للبشرة الدهنية، وعندكم المقشر الرمان يصلح مع كل أنواع البشرات. طبعا الحساسة بشرة من نوع آخر، إلا ممكن تجربيه فأنت بتشوفيه ينفع معاكي ولا لأ. وبس، وهذا منتجنا لليوم. لا تنسوا تدعموني باللايك والسبسكرايب والأشياء الجميلة، وأشوفكم على خير إن شاء الله بإذن الله بمنتج جديد من iHerb. مع السلامة.